السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة بخصوص الشأن العراقي. تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسريبا صوتيا لزعيم حزب الدعوة نور المالكي يهاجم به زعماء قوى سياسية أخرى أبرزهم مقتدى الصدر. وصف نور المالكي في هذا التسجيل، وصف الصدر بأنه جاهل لا يملك شيئا وأتباعه جبناء كما يظهر التسجيل. أيضا هناك حديث من المالكي عن تورط إيران بدعم الصراعات المسلحة في العراق. هذا التسجيل سارع مكتب نور المالكي لتكذيبه ونفيه، لكن الإعلامي علي فاضل الذي سرب التسجيل توعد بنشر تسجيلات أخرى لنفس الحديث الذي كان مدته 50 دقيقة بحسب علي فاضل. دعونا نستمع ما الذي قاله نور المالكي ضد مقتدى الصدر. بعد الكلام مع السياسة وما سياسة نفيد زين، لكن ما نتركه. لا شو اشتغل سياسة. نعم، اليوم الشيعة يكون موقف يدافعون عن أنفسهم ومستقبلهم ومذهبهم وديانتهم. تمام. يقولون كنا نخليهم 1%، مسعود البرزاني احتضن السنة وصار مرجعهم حتى يضربون الشيعة. اتفقوا على أن يخترقون الواقع الشيعي، يأخذوا مقتدى ويضربوا الآخرين. هذا كلها مخطط. مقتدى الصدر يصير يحكم، إذا حكم شي خليه. هسه هو الآن مو حاكم، وهذول الوزراء أجيبهم إذانهم، وهذا وزير المالي اسوي له شو الحكي والقتال. لكن مقتدى الصدر الان تيار الصدر كله، انا خبير بهم، انا قاتلتهم بالبصره وبكربلاء وبغداد ذاك الوقت اللي كانوا وهم جبناء. والله ما عندي طياره واحده بالبصره من رحت، طياره واحده الكابتن مسلحه معها ولا اسلحتنا موجوده، اصلا الشرطه كل اثنين بندقيه وكسرناهم وهزمناهم. وذاك الوقت الايرانيين قاموا يدعمونهم بصواريخ ذكيه، اكو صواريخ ذكيه اسمها ارش الميثاق، صحيح، يعطوها اياه ويضربونه بها. انتم الايرانيين ليش؟ ما بيكم واحد يفكر ويقدر هو هذا مقتدى الصدر يصير حسن نصر الله؟ لازم يصير حسن نصر الله. ما يصير. هو هذا يصير؟ هذا الجاهل الذي لا يملك شيء وكسرناه. هسه صارت قبل ايام سمعتوا بهم العماره. قتلوا وسام من جماعة العصائر رحمة الله عليهم. وحسام ردوا عليهم. أخو وسام ردوا عليهم العصائر. نعم، قتلوا من عندهم. هم ردوا قتلوا العصائر ضربوهم 3-4 قتلوا منهم. صارت فتنة إلا شوية. مقتدى الصدر لأول مرة يقول نحن من أب واحد، سوي تقريبا إحنا والعصائر من أب واحد. محمد الصدر يعني قتل منهم ها جبن بال على هدومه وجماعة شلة بالحدود الإيرانية لأنه قتلوا 3-4 من عندهم. نفس كلام الميرزي. قيس شلون قيس يعني قيس زين هو اللي ضربه قصد وياك يعني زين. استمعتم الى هذا الحديث مشاهدينا الكرام، وكل العراقيين يعلمون طريقة حديث نور المالكي، الاسلوب الذي يستخدمه في حديثه. هناك اجماع عراقي في مواقع التواصل الاجتماعي بان هذا ليس مقطعا مفبركا كما يدعي المالكي، هذا مقطع حقيقي، وما ورد به من تسلسل الأحداث يؤكد هذا الكلام، بالإضافة إلى طريقته المعهودة بكيل التهم للآخرين، السب والشتم والقذف، وهذا أسلوب المالكي المعروف. إذن هذا المقطع ليس مفبركاً بحسب أيضا خبراء أكدوا هذا الموضوع عندما دققوا في طبيعة هذا التسجيل. دعونا نتابع بعض التغريدات التي وردت في موقع تويتر مشاهدينا الكرام بشأن هذا الموضوع، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة لإبداء آرائكم بشأن هذا الموضوع الذي عرض الآن. التوقيت برأيكم، لماذا خرج هذا التسريب في هذا التوقيت رغم أنه كان يتحدث في فترة قبل ذلك؟ وأيضا ما طبيعة هذا التصريح، وهل هذا يعني أن هناك صراعا مرتقبا بين المالكي والصدر؟ وشلون تشوفون الوضع بشكل عام عندما تخرج هذه التصريحات وماذا تؤكد؟ خلونا نشوف بعض التغريدات. عثمان المختار يقول:
أرسلت التسجيل المسرب لرئيس الوزراء العراقي الأسبق نور المالكي إلى خبير بتقنيات الصوت، أكد لي بعد فحصه أن التسجيل لم يخضع لأي تلاعب أو تغيير بطبقات الصوت وهو صحيح. بكل الأحوال المقربين من المالكي يعرفون أن هذا طرحه المعتاد ولم يتغير منذ عام 2006. تغريدة من دكتور علي الجابري يقول: من يناقش صحة التسجيل من عدمه كأنه لا يعرف المالكي. الكلام المسرب يثبت أنه للمالكي لغة وإسلوبا ومنهجا، وقد شاهدناه فعلا قبل أن نستمع له قولا. تغريدة من ثورة تشرين العظيمة حيدر يقول: المالكي يستخدم ورقة الفتنة وتسريب التسجيل الصوتي مقصود وبتوقيت محسوب، وصلاة الصدريين الجمعة مستهدفة بعد هذا التسريب الصوتي. هكذا يقول حيدر. في تغريدة لدينا من بسام القزويني يقول: تسريب تسجيل المالكي يكشف عن قص شريط تسجيلات أخرى سيتم إطلاقها وفق معادلة المشهد السياسي حتى الوصول لتصادم الخنافس الضخمة في العراق. مشاهدينا الكرام، كما قلنا بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا، وننتظر مشاركاتكم للتعليق على هذا الموضوع، على هذا التسريب. كيف تابعتموه؟ ما هو رد فعلكم بخصوص هذا التسجيل؟ وهل تعتقدون بأن هناك صراعا مسلحا بالقريب قد يحدث بين الميليشيات وبعضها، بين النور المالكي ومن يرعاهم من الميليشيات، وبين مقتدى الصدر وميليشياته، أم أن هناك صراعا سياسيا؟ تعليقاتكم بشأن هذا الموضوع ننتظرها. دعونا ننتقل الآن إلى موضوع آخر لدينا ضمن هذه الفقرة. طيب، قبل أن نكمل الحديث بفقراتنا في هذه الحلقة، نستقبل أول اتصال معنا، أبو أيسر من تركيا. تفضل يا أبو أيسر. الله يسعدك أستاذ. حياك الله يا أبو أيسر. أستاذ، هي السياسة الخارجية والسياسة الإيرانية معروفة لدى الجميع منذ 2003 ولحد الآن، هي السياسة نفسها تدخل إيراني أمريكي واضح لجلب رئيس وزراء، يعني بالاتفاق مع أمريكا وإيران. الصدر أنت تعرف ما عنده كل مبادئ حقيقة هاي، يعني نوبة يقول أنا أشارك بالحكومة، نوبة يقول أنا أطلع ما أشارك، نوبة يقول أنا أشارك بالانتخابات، نوبة ما أشارك بالانتخابات. هاي كلها مفبركة لين يتقاسمون الكعكة بيناتهم، وكل من يسد حلقه ويقعد على صفحة. والشعب العراقي مبتلي بهاي الحكومات منذ 2003 ولحد الآن. تعليقك على هذا التسريب اللي بيه ألفاظ وبيه لغة شتم وساب وتوجيه اتهامات لمقتدى، وكذلك حديثه عن جزئية أنه إيران تغذي الصراعات في العراق، يعني موضوع أنه إيران دعمت مقتدى الصدر بالسلاح سابقا، ومن هذا الكلام هو أيضا تأكيد على أنه إيران تدعم الصراعات وتدعم تأجيج الأوضاع بالعراق. طيب، ليش برأيك خرج التسريب بهذا التوقيت؟ أنا التسريب ما سمعته حقيقة، يعني ما أقدر أقول لك أنه سمعته وأحكي عنه، بس هي الحقيقة أنت دا شوف، يعني قاعاني يدخل ويخرج بدون علم حتى الحكومة العراقية، أو يجتمع بالأحزاب ويجتمع كذا، لأن هذا التوجيه، لأن ما يريدون العراق ينهض من جديد، ما يريدون وطن يصير له يعني جمهور أو شعب بطني، يريدون من خراب إلى خراب. طيب، العراق مصيره أنه لحين ما ينتهي هاي السيناريو اللي موجود، يلا ديش سيجوز، يعني على أساس 2024 أكو عاصفة راح تحدث للعراق. هاي ما ندري، هاي التسريبات ندري نسمعها من فاق الشيخ علي وغير فاق الشيخ علي. هم مقاسمين الكعكة، سواء مقتدى أبا أم رضا أو المالكي، هذا اتفاق إيراني أمريكي. شو وقت يريدون رئيس وزراء؟ يريدون من هاي الأحزاب أو من هاي الفئة؟ هم بكيفهم شو يريدون دا ينفذون؟ مقتدى باكر عقبة يطلنا جنوبتين ثلاثة يقعد ويسكت، ما له شغلة صح، يطلع انتفاضة ويطلع كذا ومظاهرات وتنتهي بعدين والمالك يصير رئيس. شكرا أبو أيسر من تركيا، وصلت الفكرة. ويانا أبو أحمد، منين أبو أحمد؟ أنت قلت لي أكو أبو أحمد.
أبو عبد الله من أربيل، تفضل يا أبو عبد الله. حياك الله أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك وحيي برنامجك وحيي المشاهدين. الله يسلمك. أستاذ بالنسبة أنا أدعي دعاء واحد بس أقول وأطلب من الله إنه بس الفقراء بين هذول الله يسلمهم إن شاء الله نارهم تاكل حطبهم. شلون ما عذبوا الشعب هذا كل السنين هاي. وقضية المالكي إنه حاكي الحكي طبعا حاكي لأن يعني هذول عندهم نوع من التقية يسموه إذا خافوا قبل كتبوا بيان ودعوا إنه إحنا ما حاكينا الحكي بس كذابين طبعا هذول هسه اكتتافة ديناتهم طبعا هم ديناتهم ما حدا يزح لها نفسهم والشعر منتظر طقة واحدة بس طقة واحدة تصدق هسه كلهم حاضرين نفسهم من إيران كلهم كل شلع خلع أستاذ أنا متأكد من هذا أبو عبد الله بهذا التسريب اللي سمعناه باعترافات أنه إيران تشعل الصراع بالعراق عن طريق تغذية الميليشيات باعتراف أنه ميليشيا العصائب تقتل وميليشيا السرايا تقتل وهناك تأكيدات أنه العصائب قتلت والصدر رد عليهم ومن هذا الكلام يعني جرائم قتل موثقة بتصريح هذا المالكي بحديث عن محاولة اللجوء إلى أساليب أخرى بخلاف السياسة وهذا تهديد مبطن أنه ربما قد يستخدم وسائل أخرى منها ربما وسائل العنف في سبيل الحصول على السلطة أو التمسك بالمنصب أو ما إلى ذلك من هذه الوسائل اللي يسعى بها هو وغيره للحصول على الامتيازات هذا التسريب رغم نفي المالكي هل تعتقد بأن المالكي صادق بنفيه لهذه التسريبات وليش طلع هذا التسريب بهذا التوقيت استاذ المنطقة بدها تشهد تطورات اليوم شفت الرئيس الامريكي راح لإسرائيل ومنك والسعوديه وما ادري وين وما ادري وين طيب ناوي شكل القوة هاي القوة اصور نعم كبرت هواية مو ابتعدها هي ابتعد اضرب الصينيين واليمنيين والسوريين خلينا بموضوعنا ابو عبد الله لا تبتعد ابو عبد الله خلينا بسؤالي ليش برايك طلع هذا التسجيل في هذا التوقيت؟ بهذا التوقيت هم هذا هو التوقيت الصحيح هو هذا. نعم. الحين يكسبها بس يريدون يبينون للشعب على اساس اني مقتدى الصدر مو ويا الشعب، اني ويا الشعب، يا المالكي. نعم. زين صار لك 20 سنة، انت 8 سنين خدمت سويت خدمات. بنيت لك جسر؟ لا والله، بنيت لك مدرسة؟ لا والله. صحة؟ لا والله. تعليم؟ لا والله. سوي كل شيء ما سويت، يقول لك عندنا فائض مالي وعند بحبوحة مالية يريد زايد الراتب كل واحد 40 50 ألف دينار. طيب، أنت استمعت إلى التسجيل يا أبو عبد الله؟ اي والله سمعته مره واحده تعتقد بانه هذا الاسلوب مو اسلوب المالكي الطريقه اللي حكى بيها طريقه التهم الشتائم تتوقع هذا مو اسلوب المالكي برايك لو هو اسلوبه للمالكي بل والله اتصور اكثر من هذا استاذ هذول شالوا سلاح وحاربوا جيش العراق حاربوا شعبهم واكثر شيء كانت الاخوان ابناء جيشهم حمد ما يقولون صوم أبناء يعني موالين للأهل إلى نعم سيد الصدر منه السيد الصدر يعني واحد من الشعب وغلط يغلط عليه ويكتل شعبه ويكتل أي واحد يكتل كان هذول الناس كتخت أيديهم بالدماء يعني ما يدري المبارك أصنع العلم أنا متأكد السيد الصدر لا سمح الله لا صار عليه شيء طبعا يصير شكرا أبو عبد الله نعم أشكرك وصلت الفكرة ويانا السيد أبو سمية من الأنبار تفضل يا أبو سمية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي الكريم بالنسبة للتسريب الصوتي للسياسي نوري المالكي الذي انتقد فيه مقتدى الصدر نعم. وذكر كلمات بذيئة ربما لا تليق بشخصية
سياسية تظهر على الفضائيات. لكن سياسية الفاسدة أنها عند الاختلاف لا تبالي باستخدام أبشع الألفاظ وباستخدام أبشع لكي تحوز على المناصب الفوائد من خلال مناصبها. فهم لا يبالون، ليس ككثير من السياسيين. هناك لو نظرت إلى الكثير من السياسيين وفي بعض الدول العربية، إذا ظهر على الشاشات الفضائية تراه يحسب 100 حساب لكلامه. إذا فهم قد فلا يبالي. أبو سمية، بس حتى نتفق على شغلة، أنه هذا التسريب كان في جلسة مغلقة وتم تسجيل الحديث للمالكي، يعني هو الموضوع ما كان هو ظاهر على الشاشة أو في لقاء أو في خطاب رسمي حتى نقول هذا الكلام، يعني هو قاعد في اجتماع مغلق. لكن أنا قصدي من أو سؤالي العفو أنه المالكي تحدث بكثير من النقاط اللي، وبعد طبعا هناك تسريبات أخرى من المفترض أن تنشر، تحدث بنقاط معنية بتأجيج الصراع في العراق عن طريق إيران، إيران تغذي الميليشيات. طيب إذا إيران تغذي الميليشيات، يعني ألا يؤكد هذا الكلام أن هناك عدو واضح وهو إيران، هي التي تشعل الصراع، هي التي تؤجج الصراع؟ ليش بعدهم متمسكين بإيران؟ هو المالكي يعترف بأنه هي التي تغذي الميليشيات، طيب ليش بعدهم إذن ممسكين بإيران وهم في المقابل يتحدثون عن سيادة، عن بلد مستقل، عن بلد بلا وجود للأجنبي فيه؟ طيب شلون حتتحقق هذه الشروط وهناك تأكيد بأن إيران هي التي تدعم الميليشيات بالسلاح؟ أخي الكريم، أصبح واضحا للشعب العراقي أن إيران هي اللاعب الأساسي في أي حكومة عراقية لا تتشكل إلا أمتي. أما عن تدخل إيران وكيف يكون لهم سيادة، يا أخي الكريم، السيادة في العراق قد ماتت وصلينا وكبرنا عليها 4 سيارات. لا سيارة في العراق، الأحزاب التي في العراق التي تحركها الميليشيات أصبح معلوما عند العراقيين وعند كثير من الساسة أنها تحركها إيران. نعم سيد أبو سمية، أنا أشكر حضرتك، شكرا جزيلا للمشاركة. ويانا أبو عمر من الأنبار، أبو عمر من بغداد، تفضل يا أبو عمر. حياك الله أستاذ محمد المحترم. الله يسلمك، كل الهلا. وحيا الله قناة الرافدين، وحيا الله أستاذ المشاهدين. حياك الله، تفضل يا أبو عمر. جزاك الله أستاذ محمد. أستاذ محمد، الكلام المالك اللي قاعد ينتقد به المقتدى الصدر، احنا نعرف هاي الأمور اللي كان عندنا بالعراق من وراء الدين الأستاذ، نعرف من كان رئيس وزراء المالكي، من سوى يعني تجاوز على تيار الصدري طاولة الفرسان اللي ضربهم وضرب قوات الجيش المهدي، فصارت عندهم بيناتهم نوع يعني نوع من الكراهيه بين المقتدى الصدر وبين المالكي. هاي الامور اللي قاعد صراعات تصير بينهم، هاي امور مسرحيه نقدر نقول عليها كلها كاذبه، لان هم متفقين على تدمير الشعب. رغم هذا الكلام، رغم هذا الكلام، مقتدى الصدر اكد في لقاء تلفزيوني أنه كل الحكومات اللي تشكلت في العراق بعد 2003 كانت بموافقته، يعني حكومتي المالكي الأولى والثانية كانت بموافقته وراضي عليها ومؤيد المالكي أنه هو يكون رئيس وزراء. لعد شنو هذا الصراع الموجود بيناتهم إذا هم وقت المناصب ووقت الحكومات يوافقون ويؤيدون؟ وهو قال بأنه أنا الحكومات كلها إلى مصطفى الكاظمي لم تشكل إلا بموافقتي. نعم، مثل ما تفضلت انه هو وزارتين سنتين اخذ الوزارات وصار رئيس وزراء المالكي، فاذا كان عنده يعني رفض من المقتدى الصدر كان نحى عن السلطه وتحاسب عليه، اذا كان عنده امور خاطئه ما لا يضيع التيار الصدري. هاي الامور المسرحيات اللي يحاولون بين المقتدى وبين نور المالكي، هاي امور كاذبه، لانه ان التيار الصدري ليس له اي شيء مع نور المالكي، وايضا يثبت نور المالكي لانه مقتدى الصدر كذا وكذا وجاهل وما يتهم من هاي الامور اللي دام يتفضها. هاي الامور كاذبه، كلاهما متقال مع بعضهما، فهاي الامور انه ما يستثمر فيها الشيخ
لكن هم اثنيناتهم متفقين. لو كان هذا السلام صحيح وبيناتهم خلافات يعني قويه نقدر نقول انه تيار الصدري يعني يقتحم اي شخص يحاول ينتقله. وسابقا قتل يعني الثوار تشرين وبعض الشباب اللي بسماوه اللي انتقده واللي ايضا قتله هذا الشاب اللي ما عمره 14 سنه. التيار الصدري ممكن ان يدخل للخضراء ويقتحمها ويضرب الدور المالكي على هذا السلام وهذا الـ تدري ايش ردوا التيار الصدري سيد ابو عمر؟ قالوا بانه احنا هسه نحضر الى صلاة الجمعة الموحدة اللي دعا لها مقتدى الصدر، واحنا ما فاضين لهي التسجيلات المثيرة للفتن. يعني شنو برأيك انه ممكن يصير خاصة بعد هيك تصريح ان هم هسه حاليا ما يهمهم هذا التسريب وما يريدون يركزون عليه، يريدون يركزون على هاي الصلاة الموحدة اللي دعا لها مقتدى الصدر؟ يعني تعتقد بانه هذا الكلام ممكن معناه انه مقتدى يريد ينيم المشكله وما يسويها ما يكبرها؟ لو برايك ممكن هاي الميليشيات يبدر منها شيء اخر بالمستقبل، صراع ممكن؟ استاذ محمد بالنسبه هذا الصراع ما يجي صراع، لان ما طول ايران خلف هذه الاحزاب، خلف نور المالكي، خلف كل الاحزاب اللي يجوا من العراق من 2003 لحد الان، ما تصير بيناتهم اي صراعات واي ضربات يعني مدنيه واي ضربات عسكريه، ما بينما هاي امور كاذبه، هاي يحاولون الشعب العراقي بانه اذا حتى يكون رئيس وزراء يصير المالكي، لان هم اتفاق بينهم بين الصدر، فاذا صار رئيس وزراء العراق بهاي المرحله الاخيره لان مقتدى الصادق قد حكى عليه نور المالكي واستهزئ به، فهم بيناتهم متفقين، هاي الامور كاذبه ومسرحيات انه يحاولون. شكرا ابو عمر. نعم انا اشكر حضرتك. ويايا ابو علي من واسط، تفضل يا ابو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. كل عام وانتم بخير. وانت بالف خير. استاذ محمد طبعا هو الصوت صوت المالكي، والاسلوب اسلوب المالكي، اسلوب المؤامرات ودائما الان نعم دوم يتامرون علي هذا التوقيت هذا، لان اكو جمعه الجمعه الجايه ومقتدى ما راح يسوي شيء، لان مقتدى اساسا اجل المظاهرات بناء على توجيهات خارجيه انه بعد الحج راح يصير لقاء بينه وبين مجموعه من الشخصيات خارج العراق. يعني انه كحكومه لا تخاف، الحكومه ما متشكل، ما راح تتشكل ابدا، ما دام انت طلعت ما راح تتشكل حكومه، وطبعا كل الحكومات من 2005 لحد الان كلها هي موافقه مقتدى. ما تشكلت خارج موافقته، لان هو اللي جاب نور المالكي وبعدين جمعته امريكا مع المالكي وخذاها من اياد علاوي وبعدين كل الحكومات الباقيه من انسحب. الان هذا التسريب الموجود هو بس للاطار حتى يتفككون لا اكثر ولا اقل. لان يعني كاطار ومثل ما سمعتوا حضرتكم بالتعليقات السياسيه قبل فتره انه احنا ما نروح نشكل حكومه بدون مقتدى الصدر. بس المالكي هو اللي بيجي يشكل. فلذلك المكالمه هذه هي راح تسحب الاطار كله، تفك الاطار وراح يكون موحد. هي طبعا السيناريو موجود استاذ محمد. يعني انه احنا بناء على المعطيات اللي صارت الان انه المالكي طلع ونفى والتيار الصدري قال انه احنا ما مهتمين حاليا هاي التسريبات، انه ربما قد يفهم البعض بانه ما راح تصير مشكله اكبر لانه الطرفين ارتضوا على انه هذا يعتذر او ينفي والثاني بالمصطلح المحلي يغلس وتمشي الامور. برايك هذا ممكن يصير؟ هو مو تمشي استاذ محمد، هو تصادم ما يصير، لان ايران ما تقبل بالتصادم، لان كلهم تابعين لايران هم. حتى من المالكي حكى من قال ايران شنو تريد مقتدى السيد حسن نصر الله؟ يعني انت ما تريد يعني ايران مقتدى؟ نعم. لاحظت يا ابو علي انه المالكي كل حديثه عباره عن المذهب، الشيعه، السنه، الاكراد، الميليشيات، لم يذكر العراق بجزء واحد، لم يأتي العراق على أي ذكر من حديث المالكي يتعلق بالبلد، الوطن، السيادة، الاستقرار. لا، الحديث عبارة عن أنه احنا حنستخدم وسائل أخرى وحنستخدم السياسة شوية، الشيعة، السنة، الأكراد، الميليشيات. لم يذكر العراق بجزئية واحدة. أين العراق من حديث هؤلاء؟
محمد يعني أنت تقول الواحد عميل متربي على العمالة وشارب وآكل مع العمالة وهو طفل تيده تبي يصرف عن العراق الآن. لو كان هم بيهم واحد عراقي عراقيتهم بس الجنسية بس لا أكثر ولا أقل. نعم سيد أبو علي من الواسطاني. نعم عندك شيء بعد؟ نعم تفضل. اللي أقوله أنه كسياسيا راح قضاة من جديدة لكن ما راح يكملون مشوارهم أبد ما راح يصير. والله يحفظ العراق. شكرا جزيلا سيد أبو علي من واسط. مشاهدينا الكرام خلونا نكمل ما لدينا من فقرات أيضا في هذه الحلقة. طبعا ننتقل إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة وهو الجفاف، جفاف الأنهار وجفاف المياه بشكل عام في مناطق مختلفة من العراق. مواطن من مدينة الناصرية في محافظة ذي قار تحدث عن كارثة جفاف الأنهار والجداول في قضاء سيد دخيل بمحافظة ذي قار. يقول المواطن هذا النهر الذي ستشاهدونه بعد قليل داخل لسيد دخيل، شوفوا شلون جاف وما بي قطرة ماء وعليه 80,000 نسمة عايشة، وين الحكومة مال بغداد؟ خلونا نشوف. اليوم 13/7/2022 واي قدامكم هذا الشط الوحيد المغذي القضاء سيد دخيل، 80,000 نسمة على هذا الشط 2022 وماي ما عندنا. فتكون صورة واضحة لحكومة بغداد وحكومة ذي قار، هاي مثل ما تشوفون 22 وماي ما عندنا. لا سيد دخيل صار سنوات لا نطالبه بمشاريع، لا نطالبه بتبليط، لا نطالبه بأعمار، طالب بس ماي. يجي المسؤول من بغداد ينترس الشط ماي، حين ما يطلع من سيد دخيل ينقطع الماي. الحلول نطلع تظاهرات الناشد حكومة ذي قار، حلولها ترقيعية وقتية وما تتجاوز العشر أيام وينقطع الماي. وهذا كل ما تشوفون هاي 2022 وماي ما عندنا. إلى متى تستمر هاي المهازل؟ إلى متى قضاء كامل أبناء سكان جاي يهاجرون؟ يعني ما استحيتوا على أرواحكم. نبقى مع نفس الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر حيث تعاني مدينة أخرى في محافظة عراقية أخرى نفس المشكلة. مواطن من ناحية النيل في محافظة بابل يستغيث، متنا من العطش، لنشاهد. أستاذ علي بس الشرب الأرض مشروب مشروع قرية راس الحمد ناحية النيل يابس ومباق المشاريع يابسة، مي ماكو غسول، حمي ما يريد مي شرب، مي شرب ما يريد، يريد بس مي غسول، هذا بس ما يريد، كل شيء ما يريد. يعني يريد أستاذ علي يحضر هنا وتشوف ناحية النيل الجدول يابس. الله أكبر، هذا عيد الله، هذا عيد الله، يصير جدول يابس يعني بس الشرب الآن يصير، يعني الله يقبل إن من نروح. يعني الناشد محافظ باب الخليجي، خليجي شوف حالنا، بيوده يمسك ماي باقة عمي، إن من نروح إحنا، إن من نروح. بس الناشد أستاذ علي يعني الخليجي شوف الحالة، محافظ باب الخليجي شوف بس الشرب الآن بقى بالجدول، بس الشرب الآن صور المشروع صورة أمس المشروع صورة. الله أكبر، هذا عيد الله، هذا عم ما يصير، من العطش والله ما يغسل ماكو. لنتابع بعض التعليقات مشاهدينا الكرام قبل أن ننتقل لاستقبال اتصالات حضراتكم. عندنا تعليق من إبراهيم جاسم يقول من عام 2003 إلى الآن الأحزاب 1600 حزب دمرت كل شيء في العراق بشكل رسمي. في تعليق من ماجد حميد يقول والله البارحة كنت بمحافظة بابل وشاهدت النهر يابس وحال الضيم حالهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عندنا تعليق من أم عمر تقول بلاد الرافدين صفة بلا رافد ولا مورد، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من سبب دمار العراق وأهله ونهاب خيراته. عندنا تعليق أخير في هذا الموضوع من نصير الناصر يقول ولا واحد يسمعك حجي، ملتهين بتوزيع الحصص. خلنا نسمع ابو عبد الله من صلاح الدين. ابو عبد الله تفضل حياك الله. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحه وسلامه ان شاء الله. حبيبي المالكي من يحكي على الصدر والصدر. نعم. يحكي على المالكي، هم متبايعين من عيار حي. هاي بس اعلان بس قدام الشاشات، ولا هم متبايعين العيار متقاسمين الكيكه. واللي نعم. يقول لك والله المالكي يحكي على الصدر والصدر ما يعلم الحكي، كلها كذب كذب. هم كلهم ناس حتاقه.
لكن لكن يعني نرجع ونقول يا ابو عبد الله انه هذا التسريب ما كان على وسائل الاعلام، هذا التسريب في جلسه مغلقه. الا تعتقد الا تعتقد بانه ممكن يكون هناك صراع حقيقي، خاصه انه هناك لغه بها شتائم، بها تجهيل، بها قذف؟ ما يصير صراع، ما يصير صراع. تدري ليش؟ لان تقودهم ايران، ايران توجههم. نعم، عندهم تعليمات من ايران يمشون عليها. وعندنا هذا الكلام يوجه به سؤال الى اتباع الصدر والى كل من يعتقد بانه العراق بلد سيادي. شو صار؟ انه اذا ايران هي اللي توجههم، بعد ليش هم يتكلمون عن احنا نرفض التدخلات الخارجيه، نرفض الاملاءات الخارجيه، نرفض تدخل دول الجوار بالشان العراقي، اذا هم كلهم تبعيه، من اللي حيقود العراق الى بر الامان ويخلصه من هذه التبعيه؟ اتحدى المالكي يطلع الجنسية مالته عراقي. أتحداه جنسيته تقرا إيراني. وأنت تقول ما يجي طار العراق المالكي، لأن العراق هو مو من العراق، هو مو من العراق. خاف يقول لك من العراق، لا مو من العراق هو. نعم. أبل النهر هذا اليابس، أي نهر المي. قل له انتم مهوستوا بسقوط الطاغيه صدام حسين، هو صدام حسين طاغيه لو هاي الدوله الطاغيه. نعم. سيد ابو عبد الله، احنا نقول دائما عندما يطرح هذا الموضوع نقول بانه النظام السابق رحل بما له وما عليه، وجوي ذولا بعد 2003 بوعود وبمشاريع قيل انها مشاريع، قيل انها مشاريع ستحقق وتحقق للعراق النهضة والرخاء الاقتصادي وغيره. احنا عفنا من الماضي، احنا نتكلم عن الواقع. الواقع الحالي شي يقول؟ هل حققوا ذولا شيء من اللي وعدوا به العراقيين؟ من الواقعكم للشعب العراقي، مع احتراماتي للناس الطيبة وللناس الاشراف. نعم. ايدت هذول الناس الحرامية طبت بالعراق. ايدت ورغبت ورا ذول الناس الحرامية. هذا الكلام كان في البدايات، واليوم العراقيين وعوا الى حقيقة هؤلاء. اليوم ما حد بعد يحترم ذولا، لانه ينظرون لهم انهم مجموعة من القتلة من اللصوص. والدليل مقاطعة الانتخابات، اكبر دليل انه الشعب رافض هؤلاء هو مقاطعة الانتخابات. وحتى لو تقاطع استاذ محمد، حتى لو تقاطع الانتخابات، نعم، امريكا اكو عندها منهج تسويه، مازال تمشي لها مصالحها وتمشي لها امورها مو نازعة على الشعب. أنا أشكرك سيد أبو عبد الله من صلاح الدين، شكرا جزيلا. عندنا رسالة من أحد المشاركين وهو السيد أبو يوسف من الدنمارك، يقول طبعا عبر الواتساب، بإمكان حضراتكم أيضا أن ترسلوا لنا ما لديكم. يقول: تحية أستاذ محمد، عملية التخادم بين الميليشيات تمر بمرحلة صعبة جدا بعد مقتل قائد الأوركسترا قاسم سليماني، وهو الذي كان ينظم العملية السياسية بالعراق. طيب، دعونا نكمل مشاهدينا الكرام وننتقل إلى موضوع آخر لدينا في هذه الفقرات. عندنا مشكلة الوقود وأزمة الوقود في العراق. تستمر أزمة الوقود في محطات التعبئة في بعض المدن العراقية. مواطن من مدينة كركوك يوثق طوابير السيارات التي تنتظر التزود بالوقود من إحدى محطات التعبئة في المدينة، لنشاهد. خلونا نتابع بعض التعليقات سريعا المشاهدين بشأن هذا المقطع. عندنا تعليق من أم أسامة تقول: المدينة تطفو على بحر من النفط للحرامية مو للشعب فقط في العراق. طه يقول: لعد لو تشوف الغاز وين واصل، مال بنزين خان مال ماس،
الجسر يم قيادة العمليات كركوك. في تعليق من تالية تقول: احنا نعيش بدولة الأزمات، يومية الدولة تسوي لنا أزمة شكل، ليش ضايج؟ وضمن التعليقات من مشتاق يقول: كهرباء ماكو، بنزين ماكو، لعنة الله عليكم وعلى اليوم اللي دخلتوا به للعراق. أبو عمار من بابل، تفضل يا أبو عمار. السيد أبو عمار من محافظة بابل. أبو عمار حياك الله. حيا ودوم. تفضل يا أبو عمار. هي المي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. قضية المي وقضية العراق هي قضية أنتم أحسب الحساب من نعم. من 2003 لحد الآن إحنا مدينة بابل، شنو اللي استفادنا إحنا؟ وهسه أنت جاي تشرح لحكومة ودولة ومؤسسات، هي وين أكو حكومة وين أكو دولة؟ شنو أنا أعطيني هسه؟ أنا مواطن بسيط من 2003 لحد اليوم أنا أريد أمشي بالشارع حكي بأمان ماكو. هي وين أكو دولة؟ أنت هسه متبسط له وتقول لي دولة وقال الحزب الفلان والحزب الفلان، والله من 2003 لحد هذا يوم الله ماكو حس أنا دولة. لا عاد شو تحس انت وين عمي. وين عايش عمي. شنو احساسك انت وين عايش؟ بالاعلام من تحكي لي بالاعلام وتقول لي اكو دوله وقام الحزب الفلاني. عم وينك الحزاب الفلانيه؟ هي كلام سرقت البلد وسرقته وكل شيء ما خلص فيه يا دوله. احنا من 2003 تتوقع ابو عمار تسمعني؟ أنا مدينة القاسم، أنت عايز تقول لك القاسم يعني. أبو عمار تسمعني أبو عمار؟ تسمعني أبو عمار؟ وياك. برأيك هاي الأحزاب الموجودة اليوم اللي أنت تقول بأنه إحنا ما عايشين بدولة، ذولا عصابات، تتوقع ممكن يخرج من هاي الأحزاب الشخص القادر على بناء البلد؟ هاي الأحزاب ممكن تفرز شخصية وطنية مستقلة قادرة أنه تنقذ العراق؟ والله 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 من بعد 2003 كل اللي قال لك على هذا الوضع، كل اللي قال لك تجي حكومه قل اقول بني لا تصدق، هاي قضيه منتهين من عتها احنا نقطه راس سطر انتهت. يعني حكومه من بعد 2003 ما في حكومه ولا في امان ولا في استقرار ولا شنو هسه؟ طين الزراعه، طين الصناعه، طين الكهرباء، طين نعم. أنا أشكرك يا سيد أبو عمار من بابل، شكرا جزيلا لحضرتك. ويانا السيدة أم عبد الله من بغداد، تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك وإلى قناتكم الشريفة وإلى الشعب العراقي. أهلا وسهلا أم عبد الله، تفضلي. أستاذ إحنا راح نبقى، قال المالكي وقال مقتدى الصدر وراح يبقى العراق لمدة شكل يعني 20 سنة فاتت، راح يبقى بعد 20 سنة قال المالكي وقال المقتدى، ويوميا قال أنه نطلع مظاهرات ويوميا نتأجل وشورت لنا المظاهرات. أشو كتلة الشعب العراقي؟ الناس ميتة من العطش، ميتة من الجوع، هذا الحال العراقي اللي بنشوفه زين. يعني أنتوا يا عراقيين ما تفكرون؟ أنتوا ليش ساكتين؟ قال نور المالكي وحكى مقتدى والسيد المقتدى وراح يحل المشكله. شنو برايك المفروض يسووه الشعب العراقي سيده ام عبد الله؟ والله هي الحل بيد الشعب العراقي. نعم. شنو المفروض يسووه؟ سريلانكا مخليهم على الحياطين ويكتلون بيهم، احنا لا، المفروض يطلعوا الشعب العراقي مثل ما صار في اي دوله ما في إلغاء النظام الفساد، النظام والمظلومية اللي موجودة بالعراق. لا. يعني إحنا متى نبقى يمكرون علينا وإحنا ساكتين؟ زين أستاذ، من أشوف أنا هذا الشخص اللي قاعد بنص الطين وماكو مي، زين إذا هو الحشد حسن ما يقول مقتدى إنه وطني جاي أو مقتدى جاي لمصلحة العراق، من سد الأنهار؟ سدوا الأنهار إيران، زين ليش ما يستخدمون الطائرات المسيرة اللي قاعدة تضرب دول الجوار وتضرب أربيل وتضرب مناطق مدرسة؟ هو منو منطيهم هاي الطائرات غير إيرانية يا أم عبد الله؟
ماكو واحد شريف من الحشد يستخدمها وهاي يضرب الحشد السجنون. الحشد وقياداته يقولون بأنه لو حدثت حرب بين العراق وإيران سنقاتل مع إيران. دولة تنتظرين منهم يحمون أرضك ويرجعون لك المي اللي قطعتها عنك إيران. ممكن دولة اللي هم يرفعون شعار الولاء لإيران أولا وأخيرا قبل كل شيء، ممكن دولة يوقفون بوجه إيران ينتحرون بهذه الطريقة؟ لا تمو يموتون الناس ويموتون الحيوانات والنباتات ويبقى شعب العراقي صافي الموتى من الناس والمحاصيل كلها ياسة. هذا يريد يسقي ماي كله نفط، وهذا اللي يريد ماي ماكو يابس. لا لا احنا راح نبقى. قالت ايران وقال الحشد وقال مقتدى وقال الصدر وقال المالكي. يعني يا ناس يا عراقيين استبوا شويه، ترى العراق راح، ما حد ينقذ العراق الا العراقي. شكرا. نعم واني انا اكتفي بحضرتك بهذا القدر سيد ام عبد الله. يعني كلام جميل انه لن ينقذ العراق سوى العراقيين، الحل هو بيدهم، لا خلاصة الا بيد العراقيين. هذا هو ملخص كلام سيد ام عبد الله، لانه موضوع المالكي والصدر وهذا قال وهذا حكى، هذا الموضوع لن ينتهي طالما بقي هؤلاء في السلطة. الموضوع مستمر، واللي نشوفه او نسمعه بين فترة واخرى هو مجرد صراعات، تصريحات، محاولة لكسب المزيد من هذه السلطة، من هذا البلد امتيازات وغيرها. لكن واقع الحال يقول مثل ما أجمع كثير من المتصلين أنه إيران بالنهاية تقودهم وتصالحهم وتعالج الخلافات اللي بيناتهم وتسير بمشروعها المستمر بتدمير هذا البلد. خلونا ناخذ ما بقي لدينا مشاهدينا الكرام من مواضيع وفقرات في هذه الحلقة. عندنا موضوع في طبعا تحدثنا عنه في حلقات سابقة، وهو حوادث القطارات في العراق والتجاوزات على السكك الحديدية من قبل مواطنين في ظل أيضا إهمال حكومي وسوء تنظيم. آخر هذه المقاطع التي نشرناها قبل أيام كانت لإكساء أحد الطرق، وتم دفع أو دفن سكة القطار بالكامل أسفل الأسفلت. الفيديو التالي اللي حنشوفه هو الانقلاب أحد القطارات التي تنقل النفط الخام شمال مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين، الأمر الذي تسبب بتسرب النفط الخام من القطارات إلى المناطق المجاورة للسكة، وذلك بسبب إهمال السكك الحديدية وسوء التنظيم. خلونا نشوف. ننتقل الآن مشاهدينا إلى مقطع آخر في نفس الموضوع، وننتقل الآن إلى البصرة، محافظة البصرة. قطار أيضا يحمل وينقل النفط الخام يمر بين السيارات وبين البيوت دون حواجز أو قواطع مرورية أثناء مروره، مما طبعا يسبب خطر لحدوث حوادث، وأيضا هناك خطر لتعرضه لانقلاب أو تصادم كما في المقطع السابق اللي عرضنا. ستكون هناك كارثة حقيقية لو استمر موضوع السكك الحديدية العراقية بهذا السوء من التنظيم. خلونا نشوف هذا المقطع من البصرة. يعني هو قطار عابر، واحد مشلب بالقطار ودراجة منها زارقة جواه، ابو الرقي ما يوخر. عمي وين صايره هاي؟ وين صايره هاي؟ وين؟ يعني قطار مو مال يعني عبريه لو شي، مال اعمال ثقيله. انتم قاعدين هيش واقفين فوق شيني؟ هذا ابو الرقي بصفه وهذا منا. تابع تعليقات سريعة المشاهدين الكرام بشأن هذا الموضوع. عندنا تعليق من علي يقول حواجز قبل لا يعبر القطار تنزل والسلام، بس دولة فاكسة
اللي مخلي المرور لحد الآن يأشر بيده إيش تترجى منها. تعليق عندنا من حيدر يقول: هذا قطار وقود، إذا صار حريق لا سامح الله أسبوع كامل ما حد يقدر يطفي. أحمد الربيعي يقول: سبب ضعف القانون وأيضا مجتمع صعب جدا جدا ولا يحب النظام. السبب منه؟ السبب حكومة محلية لا حسيب ولا رقيب. تعليق من أبو محمد يقول: أتعس تقاطع ممكن تشوفه بحياتك، ولا حلول ولا تحرك من قبل الحكومة المحلية. خلونا ننتقل إلى آخر فقرة لدينا مشاهدينا الكرام، وهي فقرة الإنفوغرافيكس، حيث قام قسم التواصل الاجتماعي بقناة الرافدين الفضائية بتسليط الضوء على جرحى ثورة تشرين الذين أرسلوا للعلاج إلى ألمانيا وتركوا بدون متابعة ولم يتم معالجتهم حتى هذه اللحظة، والحكومة طبعا تتجاهل مناشداتهم ومطالبهم. دعونا نشاهد. ملف جرحى تشرين يكشف عن الوجه الحقيقي لحكومة الكاظم ووعودها الواهية. فبعد إرسال عدد من جرحى التظاهرات إلى ألمانيا للعلاج، تتنصل الحكومة من وعودها وتقطع وزارة الصحة تواصلها معهم وتتركهم للمجهول بحسب وعد العزاوي أحد المصابين والموفدين للعلاج. العزاوي كشف أن مدير قسم الإخلاء والاستقدام الطبي في وزارة الصحة الحالية رياض الروديني يرفض تمديد فترة إقامة الجرحى في ألمانيا على الرغم من وضعهم الصحي الحرج وإصاباتهم التي تسببت بجلوسهم على كرسي متحرك. المستشفى الألماني طرد عدداً من جرحى التظاهرات بسبب عدم تسديد تكاليف العلاج وعدم متابعة الملف الصحي أصلاً من وزارة الصحة. الجرحى كشفوا أيضاً أن الحكومة أرسلتهم منذ البداية إلى مشافٍ غير متخصصة، وأن المبنى الذي أرسلوا إليه ليس سوى عبارة عن مصحة لكبار السن. إهمال الحكومة لملف الجرحى في ألمانيا أثار حفيظة منظمة مراسلون بلا حدود. المنظمة أمهلت حكومة بغداد والسفارة العراقية في برلين 24 ساعة لحل مشكلة الجرحى، وإلا ستتحرك لتوفير لجوء إنساني لهم. معاناة الجرحى في ألمانيا حركت الشارع العراقي لتصدح أصوات المتضامنين معهم في شوارع عدد من المدن العراقية. وفي محافظة ذي قار قطع المحتجون والمتضامنون مع الجرحى عددا من الطرقات وهددوا بتصعيد غير مسبوق بعد انتهاء أيام العيد. في حال استمرت المماطلة وعدم تنفيذ مطالب الجرحى المتواجدين في ألمانيا ستكون لنا خطوة مركزية بعد عيد الأضحى. المحتجون أكدوا أن مطالباتهم السابقة لوزارة الصحة بحسم ملف الجرحى قوبلت بالتسويف. فهل سيمر خداع الكاظمي وحكومته لجرحى تظاهرات تشرين وكأن شيئا لم يكن؟ أستاذ مصطفى وعدني أنه ينفذ العلاج. أم إن للشارع العراقي كلاما آخر قد يسقط الحكومة ويطيح بالعملية السياسية برمتها؟ بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.